الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسي لهذا اليوم يتحدث عن عد النواتج نبدأ أولا بالفكرة الأساسية من الدرس أن أحسب النواتج عدد النواتج باستعمال الرسم الشجري أو مبدأ العد الأساسي نبدأ أولا المفردات لدي هي الناتج والحادثة وفضاء العينة والرسم الشجري ومبدأ العد الأساسي والحادثة العشوائية والاحتمال نبدأ أولا بالسعد يمكن لرواد إحدى المطاعم اختيار وجبة الطعام من القائمة المجاورة ما عدد اختيارات المقبلات المقبلات كم عندي اثنين والطبق الرئيسي عندي ثلاثة والحلوى عندي اثنين ضعي قائمة بالوجبات المختلفة جميعها التي يقدمها المطعم لاحظي عندي أن الناتج هو أي واحد من الخيارات الممكنة لتجربة ما وهناك 12 ناتج اللي عند اختيار وجبة الطعام المكونة من المقبلات والطبق الرئيسي والحلوى أما الحادثة من اسمه هو ناتج واحد أو مجموعة من النواتج وتسمى القائمة المنظمة للنواتج التي تساعد على إيجاد العدد الكلي للنواتج الممكنة بفضاء العينة، إذا النواتج التي تخرج لي جميع النواتج الممكنة أسميها بفضاء العينة، واستعمال الرسم الشجري هو إحد إحدى طرق إيجاد فضاء العينة، طيب الآن من خلال المثال الأول بإذن الواحد الأحد نتعرف على طريقة استعمال الرسم الشجري، طالبني هنا مطعم يقول استعملي الرسم الشجري لتحديد عدد الوجبات الممكنة في المثال السابق، لاحظي عندي هنا لدي المقبلات أول شيء الحساء والسلطة، الطبق الرئيسي لحم ودجاج وسمك. وتحت عندي مع السلطه لحم ودجاج وسمك طيب الحلوى هنا كعك مثلجات اذا كل واحد فيهم افرع منه زي الشجره اللي كعك ومثلجات بعد ذلك ابدا بقراءته نقول اول شيء حساء لحم كعك ثم الذي يليه حساء دجاج كعك وكمان عندي حساء لحم مثلجات ثم بعد ذلك أخذ الحساء مع الدجاج مرة مع الكعك ومرة مع المثلجات الحساء أخذ مع السمك مرة مع الكعك ومرة مع المثلجات السمك السلطة نفس الطريقة مرة بأخذها مع اللحم ومرتين إما مع الكعك أو المثلجات، وهنا السلطة مع الدجاج بتكون إما سلطة ودجاج وكعك، أو سلطة ودجاج ومثلجات. هنا السلطة مع السمك بتكون سلطة مع سمك مع كعك أو مثلجات، وهنا بكون جميع النواتج الممكن حدوثها كتبتها لو أعدها الآن. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر إذا تساوي لدي اثنا آه عشر اللي هو عدد، استعمل الرسم الشجري لتحديد عدد النواتج عند إلقاء قطعة نقدية مرتين، القطعة النقدية مرتين المرة الأولى بيخرج لي إما إما شعار أو كتابة، طيب آه هنا بيخرج لي إما شعار أو كتابة، وهنا نفس الشيء اللي هو شعار وكتابة، هنا أولاً ناخذ الشين مع الشين، يعني شعار مع شعار، ثم بعد ذلك أقول الشعار مع الكتابة، هنا الكتابة مع الشعار، وهنا الكتابة مع الكتابة، إذا بيكون عدد.. المرات اللي إلقاء آه النواتج لإلقاء قطعتين نقود اللي هو أربع آه مرات بعد ذلك انتقل لمبدأ العد الأساسي، يمكن أيضًا إيجاد العدد الكلي لنواتج باستعمال الضرب، وتسمى هذه الطريقة مبدأ العد الأساسي، مبدأ العد الأساسي إذا كان عدد النواتج الممكنة للحادثة ألف هي السين وللحادثة باء هي الصاد، فإن عدد النواتج الممكنة للحادثة ألف متبوعة بالحادثة باء هي السين ضرب. الصاد نطبقها الآن على المثال من واقع الحياة استعمل المعلومات التي على اليمين الصفحة لتحديد عدد الطرق المختلفة لدخول ثلاثة أشخاص إلى المسجد الحرام عدد أبواب المسجد الحرام تساوي مئة وخمسة وخمسون بابا أشهرها باب الملك عبد العزيز وباب الملك فهد وباب الفتح وباب العمره بشكل مباشر بقول بما أنه عندي ثلاثة أشخاص وعندي مئة وخمسة وخمسين باب فبأضرب مئة وخمسة وخمسين ثلاث مرات تساوي عندي الثلاثة مليون وسبعمية وثلاثة وعشرين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين طريقة لدخول ثلاثة أشخاص إلى المسجد الحرام. يطلق على الحادثة حادثة عشوائية إذا كانت فرص حدوث جميع نواتجها متساوية، وفي هذة الحالة احتمال الحادثة يساوي نسبة عدد نواتج الحادثة إلى العدد الكلي للنواتج، هنا مثال من واقع الحياة. صفوف يتكون جدول يوم الاثنين للصف الثاني المتوسط من مواد الرياضيات والعلوم والاجتماعيات والتربية الإسلامية والرياضة واللغة العربية واللغة الإنجليزية فما احتمال أن تكون الحصص الثلاث الأولى هي الرياضيات أو الرياضة والاجتماعيات بالترتيب أول شيء عدد النواتج بقول بتكون في البداية سبع مواد ثم بعد ذلك ست ثم بعد ذلك خمس إذا ضربناها تعطيني مئتان وعشرة أي أن هناك مئتان وعشرة نواتج ممكنة وفرصة واحدة لأن تكون الحصص الثلاثة الأولى هي الرياضيات والرياضة والاجتماعيات بالترتيب احتمال أنها تكون إما رياضيات أو رياضة أو اجتماعيات واحد على المئتان وعشرون ويمكن كتابة هذه النتيجة مقربة بصورة الكسر العشري 0.5 من ألف أو بالنسبة المئوية 0.5 من عشرة أتمنى أن يكون الدرس واضح لكم جميعاً